لكم البنات كي دايرين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جيتكم ان شاء الله بواحد الاقتراح ان شاء الله للقرع الاحمر، القرع الاحمر او اليقطين، اليقطين باللغه العربيه. غادي ان شاء الله نديرو على شكل سوب، اون سوب هي هذه، ها هي اون سوب غزاله، تتجي فنه العشاء. وهذا باليقطين كنديروا واحد المقبله معسله، اما كنديروها اون سلاد، اما كتقدري ترافقيها مع طبق اللحم، اما هذه انا هنايا كنديرها وكنحطها في الثلاجه وكنبقى ناكلها بحال الكونفيتور مع الزبده ولا الجبن ولا اللي كان. يا هذه هانتوما، نتمنىكم تبقاو معايا ان شاء الله البنات، تبقاو معايا ان شاء الله في الفيديو، وندوزو نشوفو المقادير والطريقه التحضير. هانتوما معايا البنات. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو ان شاء الله هذا القرعه الحمراء، القرع الاحمر ولا كنقولوا له باللغه العربيه اليقطين، هذا الخضره هذه المميزه وما كنستعملوهاش بزاف، يعني كنستعملوها في طبق الكسكس وكنديروها كمقبله، بحال دابا كنديروها في طبق ديال بحال دابا معسله. دابا ان شاء الله انا اليوم جيت ان شاء الله نقدمها لكم جوج ديال الطرق، غادي ندير بها شوربه ولا اون سوب وتاتشي غزاله لا سوب ديالها. ان شاء الله غادي وندير لامواتي بها اون سوب ولا مواتي غادي نديرها معسله، يعني مقبله، ولا انا كنديرها معسله بحال الشكل ديال بحال كونفيتور، كنستعملها مع الخبز، كنديرها في الخبز بحال كونفيتور. المهم غادي ندوز المقادير، عندي هذه الكميه، هذه لامواتي ديالها غنديرها اون سوب ولا مواتي غادي نديرها مقبله او معسله. عندي هنايا جوج حبات ديال الجزر، وعندي هنا نص بصله مشلضه، الا كانت صغيره ديروا وحده ولا كانت كبيره ديروا غير لامواتي ديالها، انا هذا درت غير النص راه كافي. وعندي باش غادي نسم هاد لاصوب، عندي الملح وعندي الفلفل الاسود البزار، وعندي واحد ما يقارب جوج معالق ديال زيت الزيتون حتى لثلاثه. وهذا منين غادي يطيب ان شاء الله هاد اليقطين ديالي ولا القرعه، ان شاء الله منين غطيب غادي نميكسيها وغنطحنها. غادي نطلقها بواحد الكاس ديال هاد الحليب كوكو، هاد الحليب كوكو اختياري، بغيتو تخليوها هكاك تخليوها هكاك، انا كنضيف عليها واحد الكاس ديال الحليب ديال الكوكو في التالي حتى يعطيها واحد اللذه زوينه. وبالنسبه للنص اللي غادي ان شاء الله غادي نعسلو، غادي نحتاج العسل ونحتاج الزيت النباتيه هكا واحد نص كاس ولا كاس صغير. وعندي هنايا القرفه، هذا منين غادي نفور هاد اليقطين ديالي غادي نديرو في الماء، يعني منين غنفور ديك لامواتي اللي غندير بها مقبله او معسله غادي ندير هاد العود في الماء وخلاص القرفه. وعندي هنايا معلقه سنيده، وعندي هنا واحد الحبيبات ديال المسكه الحره، هاد المعلقه سنيده غادي نطحن بها هاد المسكه. بالنسبه لكم نتوما الا عندكم العسل تبارك، الا ما عندكمش تقدروا تضيفوا غير سنيده ولا السكر، المهم انا كندير ايفيتي السكر. هذا عندي هاد المعلقه هي باش غنطحن هاد الحبيبات المسكه. وبالنسبه للتزيين نتوما عندكم الاختيار، كاين اللي كيلوزها كيزوقها باللوز مهرمش ولا اللوز ايفيليل الا كان عندكم، والا ما كانش هذه المهم كتكون واحد المعسله زوينه، واحد المقبله زوينه، تتقدروا تحطوها بحال اون سلاد، كتقدر تمشي مع الطبق ديال اللحم، يعني تتكون معسله وتتقدر ناكلوها هي هكاك مع خبيز تجي زوينه. المهم ندوزو دابا للطريقه ان شاء الله كيفاش غادي نوجدوا هاد اليقطين او القرع الاحمر ديالنا. هنا البنات بعد ما درت الماء غلى ليا هنايا، غادي نضيف هاد العويد القرفه هنايا، وغادي ندير الصومو ديالي هاد القرع الاحمر، ها هو غادي نديرو في الكسكاس، ها هو وغادي نشد عليه، يعني هذاك العود القرفه حطيته لتحت، غادي نخليه لتحت في الماء ديالي، والكسكاس ديالي هو هذا اللي فيه القرع، و
غادي نخليه يفور وعاد نرجعو ان شاء الله تفور مزيان حتى يدخل على الموس ندخلو نقلبوها ونلقاوها ان شاء الله تفورات وغادي نرجعو باش نغسلوها. بالنسبه هنايا ان شاء الله هنا البنات غادي نضيف البصله غادي ندوز نوريكم ان شاء الله. غادي ندير بعدا واحد شويه ديال الزيت واحد جوج حتى المعالق ديال زيت الزيتون. غادي ندير البصل ديالي ديالي نضيف واحد شويه د الماء باش البصله ديالي ما تحرقش. هذه هي لاصوص ديالنا ان شاء الله هذا النهار. صدقوني البنات ديروها وراها تبقى تولي عندكم معتمدة. هنا ان شاء الله غادي نرمي هذا اليقطين ديالي القرح ديالي ان شاء الله هو. وغادي نرمي الجزر القياس ديالي اللي غادي يفاتو ان شاء الله هذا القرع ديالي. وان شاء الله نخلي هذا الشيء حتى يتسلق مزيان باش ندوزو نطحنوه حتى هو ان شاء الله غادي نطحنوه نطحنو لاسوب ديالنا ونكملو الباقي ديال المراحل. بقاو معايا البنات هنايا ان شاء الله غادي نشوف معاكم. غادي نقلب القرعه ديالنا ها نتوما كتشوفوها هي طابت ها نتوما تفورات مزيان ان شاء الله. غادي نطوي عليها وغادي ان شاء الله ندهسها مزيان. غادي ندوزو نشوفو لاصوب ديالنا حتى هي هي صافي لاصوب ديالنا ها هي واجده. غادي نطوي عليهم ان شاء الله. غادي ندوز غادي نطحن لاصوب ديالي غادي نطحنها على ما تبرد ونطحنها وندهس هذا ان شاء الله. غادي نميكسي هذا القرع الاحمر اللي فورتو وندوزو نشوفو الطريقه كيفاش غنحضروه. هنا البنات عندي هذيك القرعه اللي القرعه داك اليقطين اللي تفور غادي ندهسو نمعسو هكا فرشيط ها نتوما كتشوفو راها طايبه. غادي نمسها هكا وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال التعسال ديالها كيفاش غادي نغسلوها. بقاو معايا ان شاء الله باش ندوزو نوريكم الطريقه ومن بعد غادي ان شاء الله نطحن لاصوب ديالي حتى هي ونوريكم كيفاش غادي نخدموه ان شاء الله. بقاو البنات هنايا في واحد المقيله هنايا غادي ندير ان شاء الله الزيت ديالي ندير غير القياس وغادي ان شاء الله نضيف هاد القرع ديالي هاد القرعه ها هي غادي نضيفها هنا ان شاء الله. غادي نضيف هاد القرفه وهاد المسكه الحره ديالي غادي نضيفهم هنايا. غادي ان شاء الله نقلب هذا الشيء هذا نحركو مزيان وغادي نقلي البوطه ونخليه حتى يتعسل ان شاء الله. دابا هنايا فاش غادي تشرب داك الزيت ديالها غادي نضيف العسل بلا ما نديرو المغطيه باش ما يرجعناش فيها الماء. غنقللو البوطه ونخليوها هكا حتى تشرب ديك القرفه ديالها. الا ولينا بغينا
حتى جينا نزيدوا القرفه. راه حنا غنزيدوا القرفه ها نتوما. البنات كاينين شي وحدين كيضيفوا واحد شويه ديال الزهر، الماء ديال الزهر. انا ما كيعجبنيش فيها لان منين كطول ديك الماء الزهر بحال اللي كيخليها بحال اللي مهم منين كيطول الا درتو فيها الماء الزهر خصكم تاكلوها في ساعتها، ما تتقدروش تحافظوا بها يعني مده طويله. حتى الماء الزهر راهم كيديروه الناس فيها. ها هو دابا غادي نخليها ان شاء الله هكا تتعسل وندوز باش نميكسي لا سوب ديالي. بقاو معايا غادي ندوزو نطحنو لا سوب ديالنا. طبيعة الحال خصكم ضروري تخليو لا سوب تبرد على حساب هذا الطراب الكهربائي. هنا ان شاء الله غادي نطحن الصوب ديالنا. ها هي وجدات، انا طحنتها ها هي، شوفوا كي خاراتها مزاله. دابا ان شاء الله غادي نضيف هذا المكون، هذا الحليب ديال الكوكو، وهذا غادي نضيف ان شاء الله واحد المهم هي واحد ربع كاس ولا نص كاس، المهم راه اختياري البنات. الا بغيتو نتوما تخليوها هي هكا راه كتجي لذيذه. انا غادي نضيف واحد شويه هكا، واحد ربع كاس، كيعطيها ديك الحلاوه ديال هذا اليقطين مع ديك الحليب ديال الكوك، داك النسمه ديال الكوك تجي يا سلام. دابا غادي نردها ان شاء الله، غادي نردها شويه هي تطلع فيها الغليه، وغادي نطفي عليها وتكون ان شاء الله لا سوب ديالنا واجده. هنا بالنسبه للقرع ديالنا او اليقطين ديالنا اللي معسل، هنايا ان شاء الله غادي نضيف العسل. ها هو العسل على حساب نتوما كيفاش بغيتوها، واش بغيتوها تجي حلوه بزاف ولا شويه. انا ان شاء الله غادي نحرك، غادي نحرك ان شاء الله على ما تشرب لنا هاد العسيله هانتوما، تشرب لنا هاد العسيله هادي صافي ونطفيو عليها. ولا صوب ديالنا حتى هي راه رديتها شويه هي تغلى، ونطفي عليها ونرجع ان شاء الله معكم البنات باش نقدموا هاد الشيء في الطبق ديال التقديم. بقاو معايا. البنات انا رجعت معكم، الصوب ديالنا هي هادي هانتوما، هادي هي الصوب ديالنا ديال هاد النهار. تجي غزالة يا البنات، جربوها غي جربوها، ما غاديش تندموا. غادي نخبروها ان شاء الله في هاد الجبيبنات ديالنا، جربوها بهاد الطريقة وغادي تولي معتمدة عندكم. ديك الحليب ديال الكوكو اللي ما عندهاش تقدروا تعوضوه، الا بغيتو من بعد كديرو واحد شويه ديال الفرماج غابي حتى هو تيتماشى معاها هانتوما. لا سوب ديالنا ديال هاد النهار هي هادي، تاتجي غزاله البنات. غادي ندوز ان شاء الله باش نحط معاكم المعسله اللي درنا بهاد اليقطين او المقبله. البنات وبالنسبه للمعسله ديالنا هذا اللي قلت لكم كنديروها تقريبا بحال الشكل ديال الكونفيتور هي هادي. انا زوقتها عندي هنايا واحد شويه ديال اللوز ايفيلي درتو لها، تقدروا تخليوها هكاك الا كان عندكم اللوز مهرمش ولا مهم. هذا هو الاقتراح ديال اليوم، وهذا راه غزال. هذا المقبلات تقدروا تاكلوها بارده، تتحط في الثلاجه تاخذوها بارده مع الخبيز والزبده ولا مع الجبن اللي كان، كي تقدروا تسخنوها وتحطوها كسلطة في الطبله. المهم هادو هما الاقتراحات اليوم، ولا سوب ديالنا البنات جربوها راه كتجي غزاله ولذيذه، لذيذه وخفيفه
بالنسبه للعشاء هكا في الليل الواحد كيدير حاجه خفيفه. هادو هما الاقتراحات ديال اليوم. انتما اقتراحين زعما شنو غنقول لكم، نتمنوا تجربوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، حيت هاد اليقطين ما كنستعملوه، الاستعمال ديالو غالبا كنديروه غير في الكسكس. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا، وما تنساونيش البنات ان شاء الله من واحد التعليق من واحد اللايك، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك. ونتمنىكم ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال والاحوال ان شاء الله، وفي صحه جيده. وما يقدر ما نقدر نقول لكم دابا الا مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن.